هيئة دبي للطيران المدني قامت من بداية جائحة كورونا بتفعيل العمل عن بعد على حسب التوجيهات الصادرة من حكومة دبي وكذلك من الجهات الصحية. جميع الموظفين كانوا عن عمل عن بعد، وكذلك تم تفعيل جميع الخدمات الإلكترونية والذكية على مستوى هيئة دبي للطيران المدني بناء على توصيات من لجنة استمرارية الأعمال. تسعى هيئة دبي للطيران المدني لتنفيذ رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لجعل دبي من المدن المتقدمة في تطبيق التكنولوجيا، وكذلك وضع اللبنة الأساسية والمتطلبات لجعل إمارة دبي من المدن المتقدمة لتطبيق النقل الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار ليخدم المستقبل إن شاء الله. منحتنا هذه التجربة خبرة في التعامل مع جائحة كورونا، وأثبتت دبي للعالم بأنها قادرة مع التعامل مع المتغيرات، وأن دبي ما زالت قبلة السياحة، وأن الاقتصاد أو الطيران المدني يلعب دور كبير في جذب السياحة إلى دبي. نطالب الجمهور بالتواصل مع شركات الطيران وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بما يخص الإجراءات المتبعة للسفر للكوفيد-19.